بتوجيهات من القيادة السياسية يقوم الهلال الأحمر المصري بإنشاء مخيم إغاثي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وأفاد مراسل التلفزيون المصري بأنه جاري الانتهاء من المرحلة الأولى للمخيم والتي تتضمن إقامة 300 خيمة تستوعب أكثر من 1500 شخص ويأتي المخيم الإغاثي بخان يونس في إطار جهود مصر لتخفيف الأزمة الإنسانية بغزة واستيعاب آلاف النازحين من شمالها